تخيل وانت بتقلب على الفيسبوك تلاقي بث مباشر لواحد وهو قاعد جنب جثة مراته. هو ده بالظبط اللي حصل مع اهالي نابارو. صحي الصبح يوم الحد هما لاقيين واحد فاتح بث مباشر وجنبه جثة مفصولة الراس وبيهدد بقتل بناته التلاتة. تعال مع بعض نعرف الحكاية. شاب عنده 33 سنة اسمه حمادة، اتجوز من زينب. كانت علاقة تقليدية في البداية ما بينهم، لكن الأمور بعد المولود الأول ابتدت تتعكر شوية وابتدت المشاكل الزوجية العادية اللي موجودة في كل بيوتنا. لكن حمادة كان مزودها شوية وكان بيضربها، فكانت زينب تاخد مولودها الأول وكان بنت وتروح لأهلها، فكان يروح حمادة يحاول ان هو يرضيها ويوعدها ان هي هتشوف تغيير كبير منه وانه مش هيضربها تاني، واهلها يقولوا لها يا بنتي ارجعي ما تخربيش على نفسك، انتي معاكي دلوقتي طفله. والامور مشيت على كده وربنا كرمهم بطفلين تاني، وبكده بقى عند حمادة وزينب 3 بنات. وتقريبا من سنتين فاتوا في خناقة ما بينهم، زينب قالت لحمادة طلقني وإلا ما تبقاش راجل. فبعصبية راح قال لها روحي وانت طالق، وادها العلقة المحترمة ورماها في الشارع. هي راحت قالت له مش هخليك تشوف بناتك تاني، انساهم بقى. خدت بعضيها وراحت عند أهلها. حمادة في الوقت ده كان شغال في السعودية، راجل بيسعى ورا أكل عيشه، وفضل في الفترة اللي فيها في السعودية بيحاول يصلح الأمور بينه وبين زينب عشان البنات، لكن زينب كانت رافضة تماما. لحد أما أخيرا رجع. لما رجع دخل ناس كتيرة يتوسطوا بينه وبينها وحاولوا إن هما يلاقوا حل وسط يرضي الطرفين عشان خاطر البنات طبعا، ونجحوا في ده وقدروا ان هما يخلوا زينب ترضى ترجع البيت وترضى ترجع اساسا لحمادة. المهم فضلوا مع بعض اول اسبوع الدنيا تمام وماشية ومفيش اي مشاكل. تاني اسبوع ابتدى يبقى فيه مناوشات كده، دي بتتلكك له وده بيتلكك لها، وابتدوا يتخانقوا، وابتدت هي كل شوية تقول له ان هي عندها استعداد تسيب البيت تاني وما ترجعلوش نهائي، وتاخد منه العيال وما يشوفهمش باقي حياته. طبعا هو كان بيلم الامور وبيحاول يلائمها ويرجع عن اللي بيعمله عشان بس ايه يعدي الليلة. لحد ما كانوا قاعدين ياكلوا في فجر يوم الحد، حمادة والعيال وزينب كلهم قاعدين، وابتدت مشادة ما بين حمادة وزينب، مشادة عادية يعني، لكن كان حمادة فاض بيه، فمسك السكينة وقام وراح شدتها من شعرها، رجع راسها لورا وشق حلقها بالسكينة، وده قدام البنات. وبعد ما اطمن ان هي خلاص بتفرفر قعد وطلع سيجارة وولعها ومسك موبايله وفتح الفيسبوك وابتدى بث مباشر وصور الجثة وصور البنات، وكان ماسك الراس بعد ما فصلها تماما عن الجسم، وهو حاسس بالانتصار. طبعا اهالي القرية حاولوا ان هما يقبضوا عليه، لكن اول ما حس بحركة غريبة هدد بقتل التلات بنات. طبعا الاهالي تراجعوا واتصلوا بالشرطة اللي جت، وابتدوا يحاولوا يفهموا هو ايه مطالبه، وما كانش له الا مطلب واحد، ان وسائل الاعلام تيجي وتصور معاه، وانه مش هيسيب البنات الا لو وسائل الاعلام جات وصورت معاه، والا هيموت البنات التلاتة وهيموت نفسه. لكن قدر رجالة المباحث ان هما يحرروا التلات بنات من يده ويقبضوا عليه. وفي التحقيقات معاه اتسأل انت ليه عملت كده، قال
ان هي ست ما تتعاشرش وما كانتش راضية عن اي حاجة، وان هي دايما كانت بتهدده ان هي هتاخد بناته ومش هتوريهم له تاني، ومهما عمل ما كانش قادر يخليها ترضى عن الحياة معاه. ولما تسأل هو ليه كان عايز وسائل الاعلام، قال لهم انا كنت عايز اعيش مع بناتي ايا كانت العيشة حلوة او مرة، بس انا كنت عايز اعيش معاهم مش عايز اعيش بعيد عنهم، وده اللي كنت عايز احكي. هي حاولت تحرمني منهم وانا قتلتها على امل ان انا افضل معهم. ويقول واحد من اللي كانوا شغالين مع حمادة في السعودية انه كان سوي جدا نفسيا وما كانش في اي حاجة تدل انه عنده ميول عدوانية مثلا او ممكن يقتل. وتقول ام زينب الضحية ان العلاقة بينهم كانت قايمة على الضرب، وانهم ما كانوش بيعرفوا يتفهموا، وان حمادة كان دايما بينهي اي نقاش بانه يضربها. ودي نهاية الحكاية. لو عجبتك الحلقة استأذنك تدوس لايك وتكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو مش عامل سبسكرايب للقناة فانا بستأذنك تعمل وتفعل زر الجرس. بشكركم جدا على تفاعلكم ودعمكم الكبير لي. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.